قيمة العمل في الإسلام، هذا هو عنوان الخطبة الموحد. ومما لا شك فيه أن كل مسلم يعلم أن الله سبحانه وتعالى طلب منه أن يسعى على رزقه ورزق أولاده، وأن هذا يعد ضربا من ضروب الجهاد في سبيل الله، طالما أن الإنسان يسعى ليكسب رزقه من الحلال وينفق المال الذي يمن الله عز وجل به عليه في طاعة الله سبحانه وتعالى. حتى في يوم الجمعة قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أنه خلقنا في هذه الحياة لنعمرها، وقال ربنا عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي يوم من الأيام لما مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد الشباب، وكان كثير من الصحابة يجلسون حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعضهم: لو خرج هذا مجاهدا في سبيل الله لكان أولى. هذا شاب قوي، ولو خرج في غزوة عسكرية لكان أولى من أن يخرج في العمل. فصحح لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المفهوم، وقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، ولو خرج يسعى على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله، ولو خرج يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله. إذن صحح لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفهوم الجهاد، وأن الجهاد العسكري ما هو إلا نوع من أنواع الجهاد. الآن حينما يجاهد الإنسان في سبيل المال الحلال وفي سبيل لقمة العيش، أن يكسبها من الحلال أن يطعمها أولاده ومن يعول، هذا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، لأن سبل الأموال الحرام كثيرة. ومع ذلك الإنسان الذي يتقي ربه سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه وهواه وشيطانه ويبتعد عن موارد الحرام ويكسب المال من الحلال، هذا جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة الكرام: لو خرج يسعى على نفسه يعفو فهو في سبيل الله. والإسلام علمنا أن الإنسان حينما يكسب المال وحينما يكون غنيا متقيا لله سبحانه وتعالى فهذا من نعم الله عز وجل على هذا الإنسان. لأن بعض الناس يظن أنه كلما كان فقيرا كلما كان أكثر قربا لله سبحانه وتعالى، هذا ظن ربما يظن بعض الناس، أو يظن أن الفقراء أكثر قربا وتعبدا لله عز وجل، وأن الذين أوتوا المال ربما ألهاهم هذا المال وألهتهم الدنيا عن عبادة الله وطاعة الله عز وجل، وهذا في الحقيقة ظن خاطئ. لأننا حينما ننظر في آيات القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان بفطرته يحب المال. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال ربنا عز وجل: وتحبون المال حبا جما. وقال عز وجل: وإنه لحب الخير، أي لحب المال لشديد، وإنه لحب الخير لشديد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا أن المال الصالح نعمة، هذا المال للإنسان الصالح الذي يطيع الله عز وجل فيه. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجل آتاه الله عز وجل مالا
فهو ينفقه في طاعة الله أناء الليل وأناء النهار. ولما جاء كثير من الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهب أهل الغنى وذهب أهل المال بالأجر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ولماذا؟ يعني بعض الصحابة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء أو أصحاب الأموال يأخذون أجرا أكثر منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لماذا؟ فقالوا له: يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكنهم يزيدون علينا بأنهم يتصدقون بفضول أموالهم. الله سبحانه وتعالى من عليهم بالمال وهم يتصدقون بما زاد في مالهم أو بالفضل من أموالهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، في بضع أحدكم صدقة. يعني إذا كنتم تتحدثون عن الصدقات، فالصدقات لا يقصد بها الصدقة المالية وفقط، وإنما هناك أنواع أخرى من الصدقات من الممكن أن يتصدق بها الإنسان لو لم يكن عنده المال، وعلم الله عز وجل منه صدق نيته. سبحان الله صدقة، الحمد لله صدقة، الله أكبر صدقة، لا إله إلا الله صدقة، وهكذا. فجاءوا بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له: يا رسول الله، إن أهل الدثور عملوا كما نفعل أو عملوا كما نعمل، أي أنهم أيضا يتصدقون بفضول أموالهم، وفي نفس الوقت يسبحون الله ويحمدون الله ويكبرون الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء. يعني طالما أن الإنسان عنده مال ويتصدق به لله سبحانه وتعالى، أو يتصدق بجزء منه لله عز وجل، فهذا الله سبحانه وتعالى من عليه. وفي حديث آخر بيبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعمة المال للإنسان، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني الناس في الدنيا ينقسمون إلى أربعة أقسام: عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلما، فهو يعمل بماله في طاعة الله عز وجل، يعني ينفقونه في طاعة الله، يبر به والديه، يصل به أرحامه، إلى آخر هذه الأنواع من الطاعات، فهذا بأفضل المنازل، عنده المال والعلم. ليس معنى العلم أنه أصبح من كبار العلماء أو من علماء الشريعة والتفسير، لكن على الأقل عنده الوازع الديني الذي يجعله يعمل بطاعة الله عز وجل ويبتعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. ده النوع الأول. وأي واحد فينا ستجده في نوع من هذه الأنواع أو في قسم من هذه الأقسام. والنوع الثاني بيقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعبد رزقه الله سبحانه وتعالى علما ولم يرزقه مالا، فهو يقول: لو أن عندي مالا لعملت فيه بعمل فلان الذي يطيع الله سبحانه وتعالى. يعني لو عندي مال سأطيع الله عز وجل فيه، لا ممكن أن أذهب إلى الحج، أذهب إلى العمرة، أتصدق، أنفق منه على الفقراء والمساكين، أصل فيه أرحامي، أفعل كذا وكذا. يعني عنده نوايا حسنة وعنده نوايا صادقة في العمل الصالح. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فهو بنيته فأجرهما سواء. الله سبحانه وتعالى يعطيه الأجر على نيته الصالحة، رغم أنه لم يقم بهذه الأعمال التي تتطلب منه مالا، مع ذلك بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. وهذه دلالة على أهمية النية الصالحة في حياة الإنسان المسلم. نوع الثالث بيقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعبد رزقه الله عز وجل مالا ولم يرزقه علما. ده عنده المال، وده حال كثير من الناس، ولكن ليس عنده الوازع الديني الذي يجعله يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن معصية الله عز وجل، فيجعله هذا يعمل بماله في معصية الله، لم يستعمل هذا المال الرزق الذي رزقه الله عز وجل به في طاعة الله عز وجل. فبيقول في النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا بأخبث المنازل، عنده المال ورزقه الله عز وجل رزقا، ومع ذلك بيستعمل هذا المال في معاصي الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع بيقول في النبي صلى الله عليه وسلم: وعبد لم يرزق الله عز وجل لا مال ولا علم، ولكنه يقول وعنده النية
ويقول في نيته لو أن عندي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني هو قدوته في هذا الأمر فلان العاصي هذا الذي عنده المال ويعمل فيه بمعصية الله سبحانه وتعالى. يقول لو أن عندي مال لعملت فيه بعمل فلان الذي يعصي الله. فبيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فوزرهما سواء، وزرهما سواء، يعني يأخذ نفس الوزر ونفس السيئات الذي يأخذها من ارتكب هذا الاسم وعمل بمال في معصية الله عز وجل. كيف هذا؟ هو لم يقم بهذه الأعمال لأنه عنده النية المبيتة. لو كان عنده المال، وفي بعض المعاصي تتطلب مال، هو ليس عنده المال، يعني الذي حال بينه وبين الوقوع في المعصية ليس الحياء من الله عز وجل وليست الخشية وليس الخوف من الله سبحانه وتعالى، وإنما حال بينه وبين المعصية عدم توافر أسباب المعصية لديه، فهو بنيته فوزره ما سوى. إذن أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وحينما ننظر في أحوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إن بعض الناس ربما يظن أيضا، البعض ربما يظن أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الفقراء أو معظمهم من الفقراء، أو تركوا الحياة وتركوا أسباب البحث عن المال إلى آخره. لا، يعني فقط لو أخذنا حياة العشر المبشرين بالجنة نجد أن معظمهم كانوا من أثرياء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين دعموا الإسلام في بدايته بأموالهم. ونحن نعلم جيدا المواقف الجليلة التي قام بها سيدنا أبو بكر الصديق بماله تجاه الإسلام في البداية وتجاه الدعوة الإسلامية، حينما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وسيدة خديجة رضي الله عنه. نجد مثلا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما ضحى بماله كله في سبيل الله عز وجل، سيدنا عمر بن الخطاب، ونحن نعلم الرواية أنه جاء بنصف ماله في الوقت الذي جاء فيه سيدنا أبو بكر الصديق بكل مال، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كلنا يعلم أنه من العشرة المبشرين بالجنة، وكثرة المال الذي أنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. لا، هذا كان من أغنياء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عفان بن عفان لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام من كثرة المال الذي جاء به سيدنا عثمان ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ثم قال له غفر الله عز وجل لك يا عثمان ما أصررت وما أعلنت وما كان وما يكون منك إلى يوم القيامة. يعني تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة المال الذي جاء به في سبيل الله عز وجل. سيدنا أبو عبيدة الجراح أيضا من العشر المبشرين بالجنة، وكان كثير المال وكثير، وكذلك سيدنا طلحة بن عبيد الله كان يلقب بطلحة الخير وطلحة الجود. وسيدنا الزبير بن العوام ده لما مات ترك مليارات مش ملايين من الدراهم والدنانير خلفه، وقسمها أولاده لأنه كان يعمل بنظام المضاربة، وكان الناس يأتون إليه بأموالهم لكي يضارب لهم بها. وكذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من عشرة المبشرين بالجنة، لدرجة أنه في يوم من الأيام لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس لي إلا ابنة واحدة، فأتصدق بمالي كل في سبيل الله؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا. طب أتصدق بالنصف؟ قال له لا. طب الثلثين؟ قال لا. طب أتصدق؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، لأنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظر ومعا لا يتكففون الناس. لماذا هذا الكلام؟ هذا الكلام الهدف منه أن نصحح مفهوما عند بعض الناس أن الإسلام يدعو إلى البعد عن الحياة وأسبابها، لا، أو البعد عن أسباب اكتساب المال. طالما أن المال من الحلال، وطالما أن هذا الميدان الذي يعمل فيه الإنسان يعلم أنه في طاعة الله عز وجل، فليس في هذا حرج، كما كان حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا الكثير من أسمائهم. يبقى إذن العمل له دوره وله قيمته، وهو مورد رئيس من موارد كسب المال، ولكن لا ننسى أيضا أن هذا سبب مادي، ولكن هناك أسباب معنوية وإيمانية ينبغي أن يأخذ بها الإنسان إذا ما تمنى من الله سبحانه وتعالى أن يزيد له في الرزق ويبسط له في المال.
ومن هذه الأسباب التي يغفل عنها بعض الناس التقوى، أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل، عاملا بمنهج الله عز وجل، بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني من أوجه كانت لا تخطر على باله ولم تأتي في حسبانه، الله سبحانه وتعالى يرزقه منه. ومن يتق الله في سورة أخرى في سورة الطلاق يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر له السبل في حياته. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى بركات، لم يقل بركة وإنما بركات بالجمع المؤنث السالم، دلالة على كثرة البركات والفيوضات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. طالما أنه اتقوا الله سبحانه وتعالى فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفي آية أخرى يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. سبحان الله، يأكلون من يعني دلالة على كثرة البركات وكثرة الرزق، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولكن حينما نحيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن التقوى ويقع الإنسان في السيئات وفي المعاصي ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها ولا يستغفر الله عز وجل ويتمادى في هذا الطريق، فالله سبحانه وتعالى وعد أو توعد هؤلاء بمحق البركة في أرزاقهم. الله سبحانه وتعالى يرزقهم أي نعم، ولكن هناك فرق بين الرزق وبين البركة فيه. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. لم يقل الله سبحانه وتعالى فكفرت بالله، وإنما قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني شوف، يعني آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ولكنها لما عصت الله وتفشى فيها وتفشت فيها المعصية وأسباب الفساد، انظر إلى تبدل الحال، أذاقها الله لباس الجوع والخوف، وكأن الجوع قد لبسهم والخوف قد سكن فيهم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، لأنهم بدلوا حالهم مع الله سبحانه وتعالى، فبدل الله عز وجل النعم إلى نقم. وذكر الله سبحانه وتعالى العديد من هذه الأمور في القرآن الكريم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا يعني أعرضوا عن منهج الله سبحانه وتعالى وأعرضوا عن الله عز وجل. والفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب، يعني هم لما أعرضوا كان العقاب، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يعني ليست سبأ وحدها، وإنما يعني أي دولة من الدول، أي شعب من الشعوب، أي مدينة من المدن، أي حضارة من الحضارات، من الممكن أن ترفع يعني دولة سبأ أو حضارة سبأ وتضع مكانها دولة من الدول. لما أعرضت الله سبحانه وتعالى بدل النعم إلى نقم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. المقصد أن تقوى الله سبحانه وتعالى من أهم الأمور التي بسببها يبسط الله عز وجل في رزق الإنسان على المستوى الفردي، على مستواك أنت كشخص وفرد، وعلى المستوى الجماعي، على مستوى الدولة، وعلى مستوى الشعب بكامله. أيضا من الأسباب الإيمانية التي ينبغي على الإنسان أن يأخذ بها لكي يبسط الله عز وجل له في الرزق أن يشكر الله سبحانه وتعالى. يعني إيه يعني يشكر الله سبحانه وتعالى؟ هل يقول فقط الحمد لله والشكر لله؟ وإنما
لا، وإنما معنى شكر الله سبحانه، أي نعم الشكر باللسان، وهناك اعتراف بالقلب، اعتراف بنعم الله عز وجل عليه، ما أعطاه الله سبحانه وتعالى هو شاكر لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. طيب إيه نتيجة هذا الشكر؟ أن يزيدك الله، لأنك رضيت بما أعطاه الله سبحانه وتعالى لك. وهذا واضح في قول الله سبحانه وتعالى في سورة سيدنا إبراهيم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونعم المؤمن الشاكر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وسيجزي الله الشاكرين، وفي أخرى: وسنجزي الشاكرين. ما قالش سنعطيه مثلا مئات الحسنات أو ألاف، لا، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الجزاء مطلقا. شوف بقى، تخيل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيبه: وسيجزي الله الشاكرين، طالما أنك شكرت الله سبحانه وتعالى. لكن حينما تتسخط ولا ترضى بما أعطاك الله، وتنظر إلى ما في يد الناس، وتنسى نعم الله سبحانه وتعالى التي في أيديك، فهذا نوع من أنواع الجحود، وهذا ليس فيه شكر الله سبحانه وتعالى، وإنما الشكر أن تعدد نعم الله عز وجل عليك، وألا تكون دائما النظر إلى ما في أيدي الناس، وأن تنسى ما في يدك. وهذا حال كثير من الناس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل هو عليه. لما تكون دائما النظر إلى الناس الذين من فوقك، سواء في الناحية الصحية، في الناحية المالية، في كذا في كذا في كذا، لا تعود أن تنظر أيضا إلى من هو أقل منه. أيضا من الأسباب الإيمانية لسعة الرزق بر الوالدين، وهذا أمر مهم، بر الوالدين وصلة الرحم، لأن بر الوالدين هو في الأساس داخل في شكر الله عز وجل، أن الله عز وجل قال: أنشكر لي ولوالدين إلي المصير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، يعني يبارك الله سبحانه وتعالى في حياته وفي عمره، فليصل رحمه. وفي رواية أخرى: فليبر والديه وليصل رحمه. فهذه أسباب، إذا ما ضاق على الإنسان رزقه إضافة للعمل، فعليه أن يتقي ربه سبحانه وتعالى، وله أن يتخيل مدى البركات التي تتنزل عليه من السماء وتخرج له من الأرض، أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل يزيده، وعليه أن يراجع نفسه في بره لوالديه وفي صلته لأرحامه. وأيضا من الأسباب الإيمانية لسعة الرزق كثرة الاستغفار، أن تستغفر الله عز وجل، وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من أي ذنب أو أي معصية وقعت فيها، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. وعلينا بدعاء الله سبحانه وتعالى، أي إنسان ضاق به رزقه أو ضاق به ماله، الله سبحانه وتعالى ينزل إلى عباده في الثلث الأخير من الليل، كما روى الإمام البخاري في صحيحه، وينادي على عباده: هل من مسترزق فأرزقه، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. أطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، أطلب من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى عنده خزائن السماوات والأرض. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يبارك لنا في أرزاقنا، وأن ييسر لنا أمورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، وحده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الجمعة هي أولى جمعات هذا الشهر الكريم، شهر شعبان، وهو شهر كما نعلم بين رجب ورمضان، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يغفل عنه كثير من الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية: يصوم شعبان إلا قليلا. فعلينا أن نستعد لشهر رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه. على الإنسان أن يكثر من الأعمال الصالحة والطاعات والقربات إلى الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، كأنه يهيئ نفسه للدخول في شهر رمضان، للدخول في شهر القرآن. عليه أن يكثر من الصيام كما كان
هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. الإنسان إذا لم يستطع هذا الأمر يصوم على الأقل الاثنين والخميس هكذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ويقول: ذلك يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله. أو أن يصوم ثلاثة أيام في بداية الشهر أو في وسطه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما روى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في حديث رواه الإمام البخاري في الصحيح: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعن حتى أموت. وذكر منها أبو هريرة رضي الله عنه أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أن يحافظ على الصيام، وأن يحافظ أيضا على الصلوات، على الأقل أن يؤدي الصلوات في وقتها، لأن هذا من أفضل الأعمال. يعني كأنه خلاص أصبح يهيئ نفسه للدخول في شهر رمضان، لعله أن يخرج من رمضان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وقد غفر له ما تقدم من ذنب كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال؟ قال: الصلاة على وقتها، أن يكثر الإنسان أيضا من أداء النوافل، وأن يعود نفسه من الآن على قيام الليل حتى ولو بركعتين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام الليل ولو بعشر آيات، من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، يعني القنوت أي الخضوع لله سبحانه وتعالى، ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين، يعني الذين يأخذون الأجر والثواب قناطير مقنطرة. إذن عليه أن يدرب نفسه بالصيام، بقيام الليل، المحافظة على أداء الصلوات في وقتها، أن يحافظ على أن يكون من أهل الصف الأول، من أهل تكبيرة الإحرام. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ويراجع نفسه في بره ولوالديه وفي صلة إلى أرحامه كما ذكرنا في الخطبة الأولى. وهكذا كثيرة هي مجالات الخير والأعمال الصالحة وأيضا في قراءة القرآن الكريم، لأنه ربما بعض الناس يتغافل عن النظر في كتاب الله عز وجل. الآن تجد يعني معظم الشباب تجد في أيديهم الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي وكذا وكذا، وربما يغفلون أيضا عن أن يمسكوا بأيديهم كتاب الله سبحانه وتعالى وينظروا فيه ويتدبروا في معانيه. فكتاب الله سبحانه وتعالى ليس لشهر رمضان فقط، وإنما هو يعني مفتاح الخير في الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن تجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته وعلى الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وأقم الصلاة. رحمكم الله.